بعيدا عن كورونا، يعني كيف يقضي البابا وقته في هذه الظروف؟ الفترة اللي فاتت كانت فترة الصوم، كانت فترة هادئة جدا، وبعد كده انتهت بأسبوع الآلام. كنا في الدير بين الصلوات المحدودة خالص، مجتمع مغلق، وبين القراءة. القراءة دلوقتي عندي بتاخد وقت حلو خالص. بتقرأ ايه قداستك؟ الحقيقة أنا مشغول في الفترة الأخيرة دي في أحد أسفار العهد القديم اسمه سفر الجامعة، والجامعة ده كتبه سليمان الحكيم، وكتبه في آخر أيامه. فكتب واحد استوى وشاف الحياة، فأنا الحقيقة مشغول بالحتة دي قوي، وبقرأ بجوارها بعض الكتب اللي في نفس الهدف، اللي بيتكلم عن الحياة والزمن والحب والإنسان، يعني الرؤية الإنسانية للحياة. ده أكتر حاجة. كمان في فرصة طيبة جدا للواحد يقعد يفكر ويتأمل، بالذات جو الدير زي ما حضرتك تعرف جو هادئ جدا، وفي مثلا مناطق فيها خضرة كده، وفي السماء كبيرة واسعة، فما فيش طبعا مشكلات واردة خالص، ما فيش مقابلات، ما فيش يعني حد يقطع حبل تفكيرك. فكل ده الحياة يعني وقت مساعد جدا للإنسان لصفاء الذهن، يفكر في اللي فات، يقيم اللي فات، يفكر في اللي جاي. فيعني هي فرصة طيبة جدا من ناحية الوقت. بتتخذوا إجراءات احترازية علشان كورونا في الدير؟ اه طبعا. الدير مغلق تماما. لا، وانا اقصد التباعد يعني. طبعا. يمكن حضرتك شفت قداس العيد. قداس العيد صلينا 28 شخص، 7 شمامسة، 7 رهبان، و14 اب اسقف، وبين كل واحد والتاني 2 متر. وصلينا في هدوء شديد جدا جدا لم نعتاده ابدا. ونشكر ربنا. ان شاء الله العيد اللي جاي ان شاء الله تكون الصلاه والقداس بحضور جماهيري. كل بيعمله ربنا حلو ان شاء الله.